ما مدى صحة من صلى ويدافع الخبثين؟ حديث صحيح شفقة على أن لا تسقط لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان. حديث صحيح يعني صحة صلاة المصلي إذا صحيح إن شاء الله، لكن أخطأ إذا فعل ذلك. ينبغي له أن يبدأ بهذا ولو فاتته الجماعة، إذا كان معه بول أداء أو غائط الأداء يبدأ البيت أو أي مكان يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، يصلي وحده الحمد لله. صلاة بخشوع ولو وحده خير من صلاة بلا خشوع ولو مع الإمام، ولكن إن شاء الله صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة. ومن أثبت الكرة فعلى ما لا ينبغي. نعم.